بهدف رفع الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق ونشر الثقافة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع، احتفلت شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وقيادة شرطة محافظة ظفار بافتتاح المعرض المروري بالمركز التجاري صلالة جاردنز مول. اليوم شاهدنا جهود مبذولة من جهاز شرطة عمان السلطانية والنتائج التي تحققت من انخفاض الحوادث، وهذا كله بفضل الحمد لله أولا جهود شرطة عمان السلطانية والقائمين عليها، وأيضا جهود المستخدمين الطرقات. ومن خلال الأقسام المختلفة يتم استعراض الخدمات المرورية التي تقدمها شرطة عمان السلطانية عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى بعض الخدمات المجتمعية لبعض الشركات في المجال المروري. المعارض هذه المرورية شكل من أشكال التوعية وفرصة سانحة للالتقاء بكافة شرائح المجتمع. كما يتم استعراض الأفلام التوعوية والكتيبات والمنشورات بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق. المعرض يتضمن عدة مشاركات من القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك هيئة الدفاع المدني والإسعاف. جميع الأركان تقدم فعاليات لتحقيق السلامة المرورية بشكل عام. ويضم المعرض ركن الشرطي الصغير بهدف إيجاد جيل واع بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية لضمان سلامة الجميع. جهود مستمرة تبذلها شرطة عمان السلطانية بهدف نشر الثقافة المرورية لينعم الجميع بسياقة آمنة. من محافظة ظفار، النقيب يوسف بن ياسر المحروقي.